تسهر. لا لا ما في مثالية. لا لا انا اقول لك لعيبة واقول لك امثلة كمان. يلا كثير عطنا امثلة. لا لا كثير. شوف اللعيبة اول كانت بس ترى اول ما كانت فيه المسليات بالقوة هذه. هذا الكلام اللي بقول انا لسه كنت بقول لك استاذ بندر. جوال ما كان فيه اول ما كان فيه تليفون وسيلة اتصال ما كانت القنوات بالشكل هذا الفضائيات تنشر السفر سهل. إيه؟ السفر سهل يعني اول كان صعب. إيه؟ يعني خلينا اكلمك عشان تسافر تطلع اي رحله للقاهره مثلا في الاسبوع مثلا ثلاثه رحلات اليوم في اليوم الواحد 18 20 رحله طالعه على القاهره يعني حتى لما بيطلع بحرين دبي يعني اكلمك هي صحيح. انا بديك الحقيقه فعلا المسليات هنا بقوه وبرضو المال. أول ما كان فيه المال أنا كابتننا كبير ماجد ولا غير كانت المال المال كان عندنا عندهم بس كان فيه برضو يحكمها الخجل الحاجات كثيرة كانت تحكم اللاعب برضو في الحاجات هذه إنه برضو ما يبغى يكون إيش يبغى يحافظ الآن لا 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 بقوة يقول لك أنا رايح وجاي هذه إجازتي وفعلا ما تقدر تتكلم معاه. السهر بيسهروا اللعيبة كانوا وبيسهروا بقوة وزي ما قال الأستاذ أحمد الشمراني انزل لك ثاني يوم في الملعب من أحسن ما يكون لا في الملعب لا 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 والله محمد ما كانت بالشكل هذا. انا اقول التغذيه كانت سليمه ترى على فكره التغذيه مهمه جدا التغذيه مهمه جدا. نحن الجيل هذا اللي نبوظوا الاكل. انا بسال عن لاعب وعن اثنين ثلاثه بيقعد مثلا كان في الرياض عقده صار في جده راح جده عارف يتغدى ايش وتعشى سندوتشات من البقاله سندوتشات تجيبها جاهزه الميكروويف. لكن اللاعب أول كان بيتغدى عند الأسرة الأكل النظيف اللحم النظيف تغذية جدا مهمة ترى. إذا كانوا يطبقون الاحتراف أول بدون مسميات يعني بدون مسمى احتراف بس كانوا رؤساء الأندية ما يبغوا يخسروا لاعبين. إذا نرجع للظروف الاجتماعية إذا نرجع للظروف الاجتماعية حتى اللاعب السعودي يخاف من خوف تجربة يفشل فيها. لا والله حمد الوحيد اللي راح فؤاد أنور وراح الصين وكان يعني بعد ما بعد نهائي ليش انا اقول لك المهم انه راح يا راجل. إيه ماجد عبد الله شارك مع منتخب الكويت ولا مع منتخب مين في مباراه قدام هامبورغ؟ اي الخليج نجوم الخليج في الكويت. طيب يا راجل سجل جول ماجد عبد الله فيها وهو يعني اي خوف كان جاسم يعقوب هو جاسم يعقوب اللي طيب. هو الاسم احنا عندنا بعد